السلام عليكم ورحمة الله، معكم مشعل عبد الله، قناة فن العلاقات. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة بتكلم فيها لماذا يتزوج النرجسي من امرأة أخرى، ولماذا يعدد في العلاقات والخيانات، وهل يفضل زوجته الثانية على الأولى. هذه الأسئلة كلها إن شاء الله بجاوبها في الحلقة اليوم وبشكل مختصر. ركزوا جيدا في هذه الحلقة، وخاصة في الجزء الأخير، هل فعلا يفضل الزوجة الثانية على الأولى أم لا. طبعا بنجاوب على السؤال الأول، لماذا يتزوج النرجسي بامرأة أخرى. أول سبب حيكون بسبب الملل وكسر الروتين. خلاص يكون النرجسي حتى لو كانت زوجة الأولى خاضعة وضعيفة، ما الغذاء هذا الذي يتغذاه من زوجته الأولى حيكون خلاص شيء ممل، أو تغذية مملة، مثل الأكل. لما أعطيك أكل يوميا نفس الوجبة حتمل منها، فتروح تدور لك وجبة أخرى وتجربها وتشوف طعمها. هو كذا يعامل النساء خاصة بالزواج الثاني كوجبة غذاء نرجسيته، لكنها وجبة بيتلذذ فيها، بيختبر طعمها، بيشوف مثلا هل هي مشبعة له أو لا. فهو أول سبب الملل وكسر الروتين، فيبدأ يبث أو يدفع العاطفة بقوة لها في بداية الزواج منها، وإلى أن يتمكن من ضحيته اللي هي الضحية الثانية. ثاني سبب حيكون هو مصدر جديد أو غذاء جديد لنرجسيته، فيكون عنده يعني يكون مصدر جديد وبديل. احنا نتكلم على زواج الثاني من غير طلاق من الأولى، هذه عشان تركزون فيها. فكيف بديل؟ لما يكون الزوجة الأولى حرمته من حاجة، استقوت عليه، عاملته بصمت، صمت عقابي من زوجته نفسها، من الضحية، فيبدأ يكون في بديل عنده. وممكن أنه يرسل مسجات للزوجة الأولى، طبعا مو مسجات كتابة، لا مسجات يعني كرسائل واضحة أنه مبسوط مع الثانية، وأن عندي إمداد غذائي لنرجسيتي، وأنها امرأة أفضل منك، وهذه تكون قوية ومستخدمة الصمت معاه والتجاهل. عشان كذا البديل هذا مهم بالنسبة له إذا استطاع طبعا. فحيكون فعلا مصدر جديد لنرجسيته، يستمتع فيه ويجعلها تخضع له من جديد، فيكون عنده لعبتين، للأسف بسميها لعبتين، لعبة هنا ولعبة هنا، هذه استقوت، هذه تجاهلت عليه، يروح للثانية يرجع لها، فيكون بينهم. ونروح للسبب الثالث، وهو أنه النرجسي عنده شعور العظمة، شعور الفوقية، وأنه ضحية واحدة لا تكفي. يعني هو يناظر نفسه كذا يقول أنا كيف عندي بس زوجة واحدة، كيف أنا وبعظمة قدري وشأني ورفع استحقاقي عندي واحدة، فيفكر دائما بالزواج الثاني. فهذه من الأسباب أنه تجعله يتزوج بأخرى، لأنه هو عظيم شأن بوهمه، حسب تفكيره الوهمي، وأنه هو كبير والكبر لله، يعني كثير على واحدة، وواحدة قليلة بالنسبة له، فيأخذ الثنتين. فهنا يكون بكامل الاستمتاع والسعادة وممارسة الأذى والضرب الزوجتين في بعض، لو استطاع أن يضرب الزوجتين في بعض ويغايرهم ببعض، أنه زوجتي الثانية أفضل منك، أو يكلم الثانية ويقول لها الأولى أفضل منك، وأنا يمكن أرجع لزوجتي الثانية لأنها هي تقدرني، فيغايرهم ببعض ويضربهم ببعض، وهو قمة الاستمتاع، لأنه جاي غذاء 5 stars. يعني عرفتوا البوفيه المفتوح في الفنادق الفاخرة، أحلى غذاء، أحلى وجبة. هو الآن بالزواج الثاني، وخاصة لما يضرب الثنتين في بعض، هنا قمة المتعة وقمة الإشباع من هذه الوجبة. الآن ننتقل الجزء الثاني أو السؤال الثاني في الحلقة، لماذا يعدد العلاقات والخيانات؟ أول سبب يعدد العلاقات والخيانات أنه ما في أي مسؤولية نهائياً عليه، لأنه نعرف أنه الزواج مسؤولية،
وهذا طبيعي، مسؤولية نفقة الزوجة، مسؤولية سكن، مسؤولية أولاد ومصاريف وكذا، لكن علاقات خارج الزواج والخيانات ما فيها مسؤولية، فهذا أول سبب يدفعه للعلاقات. ثاني سبب هو العلاقة الحميمة، أنا ما أسميها علاقة حميمة، يعني مع أنا حسيت أنه مسمى علاقة حميمة في الخيانة غلط، بس بسميها علاقة حميمة. العلاقة الحميمة في العلاقة يختبر رجولته دون أن ينحرج أو يتفشل. ليش؟ لأنه علاقة عابرة يختبر فيها أدائه، يختبر فيها رجولته، فإن كان بها فهو بيرتاح، فهو نفذ هذا الشيء اللي في داخله أنه أثبت رجولته، وإن كان يعني فعلا ضعيف وبرضه هي علاقة عابرة حيمشي ويخليها. فمن ضمن الأسباب أنه الجنس رقم واحد في تعدد العلاقات والخيانات. رقم ثلاثة برضه تغذية نرجسيته بطريقة مختلفة دون مسؤولية، اللي هيك سواء عن طريق الشاتينج، رسائل، مكالمات هاتفية، ممارسة عادة سرية للأسف معاهم، برضو هذه من أسباب تدفعه للخيانة وتعدد العلاقات. ونروح للسؤال الثالث من الحلقة والإجابة عليه، وهو هل يفضل الزوجة الثانية على الزوجة الأولى، وهل هو سعيد في زواجه فعلا؟ الإجابة فقط في بداية الزواج، فعلا حيكون سعيد في بداية الزواج، لأنه شيء جديد عليه، شيء يعني عرفته اللي قاعد يستمتع باللعب فيه، يذكره بالماضي، بماضي الزوجة الأولى لما كان في بداية زواجهم، كيف أنه كان يعني يسحبها، كيف كان يجذبها، يدفعها بقوة العاطفة، قوة الكلام الجميل والمعسول إلى أن تتعلق به. كل هذه المرحلة مرحلة سعيدة بالنسبة للنرجسي، لأنه قاعد يتلاعب بضحية جديدة، يعطيها حيل أو يستخدم حيل برضه هو من فنونه يتفنن فيها فيستمتع. عشان كنا نقول فقط في بداية الزواج فعلا حتكون الزوجة الثانية أفضل من الأولى، حيكون سعيد معاها إلى أن يأتي أو يكشف قناع النرجسية وقناع الأذى، فيبدأ يؤذيها، يتحكم فيها، لأنه هو الآن في المرحلة هذه بدأ يضمن أنها تعلقت به حبته، يعني فعلا هو يعرف أنه حبته تعلقت فيه، راح تسمع كلامه وتنفذ أوامره، فيبدأ يؤذيها، يتحكم فيها، يسيطر عليها، يشتمها كالزوجة الأولى، كالضحية الأولى بالضبط. فهنا يبدأ يرجع للأولى بطريقة غير مباشرة أو مباشرة باستخدام جميع الحيل، حيل أنه زوجتي الثانية ليست جميلة، زوجتي الثانية ندمت أني تزوجتها، أنت الأفضل، أنت الأولى، أنت ست البيت، أنت زي كذا إذا كانت امرأة. فيبدأ يستخدم حيل جديدة مع الزوجة الأولى، فيضرب بالزوجة الثانية، يعني يشوه سمعة الزوجة الثانية عشان تقبل فيه الزوجة الأولى، فيرجع لها، فيبدأ هو يلعب بالثنتين مثل ما قلنا في الجزء الثاني. فهذه مثل ما قلنا النقطة، أنه هل يفضل أو هو سعيد فقط في بداية الزواج، فيبدأ يؤذي الزوجة الثانية ويوريها مثل ما قلنا أول نجوم الظهر. نروح للنقطة الثانية، هل هو سعيد أم لا، أو يفضلها أم لا. يعني غالبا حيكون يعني بيكبت او يكتم المشاكل اللي صايرة في الزواج الثاني، كيف يكتمها او يخليها فعلا سرية ولا تظهر خارج المنزل عشان ما حد يتشمت فيه، عشان يثبت المجتمع، وخاصة مجتمعه هو لما يكون هذا الزواج الثاني معلن، لأن بعض الزواجات الثانية مثل النرجسي الخفي غالبا يكون زواجه الثاني سري ما حد يدري عنه، حتى خياناته تكون سرية، لكن احنا نتكلم على النرجسي الظاهر الآن. فيبغى يثبت لمجتمعه ولأهله ولأهل زوجته الأولى أنه زواج الثاني ناجح وسعيد، وذلك يعني يؤنب
ضمير الزوجة الثانية، أو مثلا يشوه سمعة الزوجة الأولى عفوا بشكل غير مباشر، وبرضه يثبت لزوجته الأولى أنك أنت أخطأتي معي، أنت الغلطانة، أنت المقصرة معي، شوفي أنا كيف سعيد. فيخلي الزوجة الأولى تراجع حساباتها وهي ما أخطأت، لكن هي من لأنها تشوف زوجها أو ترى زوجها في زواجه الثاني سعيد ومبسوط، وصار لهم سنة سنتين ثلاث، فتبدأ تراجع حساباتها، أنا إيش أخطأت فيه، هل فعلا أنا ظلمته، يمكن أنا عملت الحركة هذه. لا يا عزيزتي، أنت لم تخطئي، لكن هو عنده مشاكل الدنيا في زواجه الثاني، لكنه حريص أنها تكون سرية وما تطلع عشان ما حد يتشمت فيه، وعشان مثل ما قلت يثبت للمجتمع أنه الخطأ منك أنت يا الزوجة الأولى مو منه هو. فالمجتمع فعلا يصدق أنه البلاء والمشاكل من الزوجة الأولى، فبالحيلة هذه بالحركة هذه برضو ممكن يجعل الزوجة الأولى تحاول أن تسترجع وتحاول أن تصلح من خطأ من الخطأ اللي حست فيه، وهو ما في خطأ، تحاول تحسن علاقتها به. يعني بعض النساء للأسف يغارون أنه كيف سعيد بزواجه الثاني، فتحاول تسترجع، تحاول تسايسه، تحاول أنه تكلمه، ترسل له مسجات، تعال عندي، من هالكلام يعني. لكن غالب يعني الأهم في كلامي هذا أنه النرجسي لا يمكن يكون سعيد في زواجه الثاني طال الزمن أو قصر، ولا يمكن يفضل زوجة عن زوجة أو امرأة عن امرأة، لأنه هو دائما يفضل نفسه، يفضل حاله، أناني أنا ومن بعد الطوفان، أنا رقم واحد والبقية أرقام، مجرد أرقام. فأتمنى أنكم استفدتوا من الحلقة هذه ومن الأجزاء المذكورة في الحلقة، وفي النهاية تنسوا اشتراك في القناة وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.